كابتن زكي، انا عايز اسالك بشكل عام على مستوى حراس مصر دلوقتي، سواء وتحديدا حراس المنتخب، وهبدا بمحمد الشناوي. رايك ايه فيما يقدمه محمد الشناوي في الفتره الاخيره؟ بص احنا، انا بقول من زمان وبطلع وبقول الكلام من زمان، احنا عندنا مشكله في حراس المرمى يا جماعه، مشكله كبيره. يعني النهارده في مشكله، في مشكله كبيره، ما بنعرفش حتى. يعني في الصبح كان مثلا ممكن وهو فاركو وتشوفه واعد وعنده امكانيات، ممكن كان يحترف في فاركو بس يلعب الاستمرارية ويلعب، وكان يطلع وهو صغير. شوبير اللي مصطفى شوبير نفس الشيء، حارس كويس وحارس ما عنديش اي خلاف عليه، بس خبرات الماتشات. النهارده الشناوي بيلعب كل ماتشات، شوبير فين وفين بيلعب ماتش او اثنين، فدلوقتي بيكبر الولد، بيكبر. فانا شايف ان احنا عندنا اسلوب التدريب واسلوب التخطيط ازاي نطلع. دليل يا كريم، احنا هات لنا حارس مرمى احترف في الدوريات الخمسه، مفيش، مش هتلاقيش، مش هتلاقي. رغم ان احنا مثلا الحضري كان واخد 3 بطولة افريقيا، خد احسن حارس في افريقيا، ويوم ما احترف احترف في نادي صغير في سويسرا، مفيش حد، نادي السيتي في بلجيكا. انما عندنا مشكله، عندنا ايوه. المشكله دي ايه سببها يا كابتن زكي؟ او المشكله دي تتحل ازاي او تتعالج ازاي يعني؟ مشكلة. احنا عندنا اسلوب التدريب في الـ في الـ في الـ انا مش عارف حراس المرمى، المدربين حراس المرمى يزعلوا مني انا، اسلوب التدريب احنا عندنا بالكم مش بالكيف، مش بالكم. يعني ايه؟ الولد ينزل يتمرن عمال يعمل حواجز وعمال يعمل، وكل ما الولد يتهدف في التمرين يقول لك الله اكبر ما شاء الله، ده المدرب موته، الولد مش قادر يمشي. مش كده، عمرها ما كانت كده. احنا لازم نتكلم على الاساسيات. هقول حاجه يا كريم، لو بص يعني تشريح مثلا الشناوي اللي هو احسن حارس مرمى في مصر دلوقتي، ما يعني بلا منازع هو دلوقتي احسن الموجودين. تعال شوفوا في حتى الشيب بتاع جسمه وهو واقف، الانفرادات، الحاجات كتير غلط غلط. لما اقول لك ما تاسسش صح، محمد الشناوي يا كابتن زكي، ده محمد الشناوي ده اللي بنقول اللي حالتنا، تقول ايه يا كريم؟ بقول لك ده محمد الشناوي ده اللي حالتنا، يعني احنا شايفينه اعظم حاجه في الكون يعني. هو لا، وهو احسن الموجودين في مصر. انا بقول لك لا ما تاخدنيش غلط، هو احسن في مصر، وكان لا 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 ما تفهمنيش غلط. اتفضل يا كابتن. احسن حارس في مصر، ما في مصر بقى ما فيش يعني ما بينه وبين الثاني فرق كبير. لا لا، بين الثاني كبير. انا كان في حارس، كان حارس مصر اللي انا ولسه بقوله كده بس خلاص طبعا كبر دلوقتي، كان احمد الشناوي، كموهبه كان هو كان املي فيه من الكلام ده من 12 سنه. ونصحته كده، بس هو اهتم بحاجات كتيره، ما اهتمش بالكوره برضه. المنتاليتي بتاع اللعيبه عندنا لا، يعني صبحي نفس المنتاليتي برضه، رغم ان انا ما مرنتوش، بس كنت شايفه مع فاركو لما لعب السنه كلها، ويقول لي الواد ده ممكن يبقى كويس، الواد ده ممكن يحترف فيري اتلتيك، وممكن يتعلم ويحترف. بس طبعا الخطوات اللي بياخدها، وبيروح يروح الزمالك يلعب شويه، يلعبش شويه. الشناوي دور، احمد الشناوي دور على الفلوس. وبعدين في سؤال يا كريم انا بسالك، اتفضل. يعني تسال لما بتستضيف مدرب حراس مرمى، ليه حراس المرمى عندنا ما بيتالقوش وبيبقوا الا بعد 30 سنه؟ ليه الحضري بعد 30 سنه؟ ليه احمد الشناوي بعد 30 سنه؟ الماجد كمان، الهاني سليمان، بس محمد الشناوي الاساس مش صح. بداوا يتالقوا لما لعبوا في الدوري 6 7 سنين، وبداوا ياخدوا خبرات، وبداوا يتالقوا، وبداوا يتعلموا. دي نقطة مهمة جدا يا فندم، انه فعلا احنا حراسنا الكبار لازم احنا لازم نسال نفسنا، لازم نبص الصورة كبيرة ونشوف ليه، ايه الاسباب؟ ليه ما عندناش حارس عنده 20 سنة ومتالق والناس تجري ولا صدقني اوروبا لو في حارس 20 21 سنة وعنده الامكانيات شايفينه هياخدوه. انت انما احنا بالولد بيطلع زي اللي حصل كده مع اللي هو في مصر دلوقتي اسمه ايه؟ جاد. محمود جاد قعد ويقول وبرتو مش عارف ايه وبتاع، خلاص الولد فكر ان هو دلوقتي هو فين؟ قبل كده كان مسعد عوض مع الكابتن ربيع ياسين في 2012، وخد بطوله افريقيا وخد احسن حارس في افريقيا. ولما جه قلت له، كان جاله عقد احتراف بره، قلت له روح روح، راح مضى في النادي الاهلي، قعد 3 4 سنين ما بيلعبش في النادي الاهلي. ولما لعب غلط ان الجمهور مش مستحمل، تعرف جمهور الاهلي ما بيستحملش. دلوقتي مسعد عوض بيلعب مش عارف في اسوان ولا فين. صحيح. فاحنا عندنا ما بنعرفش نستغل الولاد الصغيره وامكانياتهم ازاي نطوره، ما عندناش الرؤيه. صحيح. ما عندناش الرؤيه اللي في اتحاد الكوره اللي بيدير الماتش، ما عندوش رؤيه اللي بيدير الكوره في مصر، ما عندوش رؤيه قدام هنعمل ايه كابتن؟ المنظومه دي بعد 5 سنين تبقى شكلها ايه؟ بعد 10 سنين تبقى شكلها ايه؟ هنبقى فين؟ صحيح. فانا شايف سوء التخطيط، واي حد بياخد اي قرارات
حتى الاحتراف اللي احنا فيه دلوقتي لو تيجي تبص له، لو تيجي تبص للاحتراف والمشاكل اللي احنا فيها والانديه اللي بتفلس دي والانديه اللي بمشاكل، شوف النهارده نادي الزمالك باسمه كبير مش لاقي يدي للسيريو الفلوس بتاعته، مش لاقي يدي يعني طب ليه؟ صحيح. كابتن زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاسبق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله عبر زوم.